بسم الله والحمد لله. ربنا ثبت أقدامنا عند لقاء أعدائنا، منا يكونوا ظاهرين وكنا مخفيين، فنسألك اللهم أن تنجينا من مكرهم أجمعين، أمين يا قدير. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم، ما داكش نا بافي دو ما تليعطاك شيء لله في سبيل الله، ماهوش ناد مش من نور يحب غدوة كالعشرة يؤديك، ها يا فلان تتذكر تلي مديدك 200 دينار، هذا يقع كلاب اللي ما عندهمش حتى فكرة عن الحياة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهم يصنعون ما يشاءون وهم تحت كما تكون تأثير الشياطين، ضعيف ومكبير، حتى الضعيف اللي في رمضان برك هو النشط، هما واقعين تحت نيره. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف في مستقبل الأيام ولحظاتك، لأنه ثواني اللي تيك أعطاهم لك ربي عطاء مباركا، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من وسخ الدنيا. احنا مش كما كلاب النوى السقط من الطب ولا المحللين النفسانيين ولا المعالجين النفسانيين، ما عندهم شيء، حطهم الدنيا برك تو يخصص لك شويه وقت باش معناها تعطيه شويه من وسخ الدنيا كما يقول العام. نعود ان شاء الله.